حياكم الله شيخنا وأحسنتم. أخونا سيف السيف حياك الله، تفضل يا أخي. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله فضيلة الشيخ وعلى الحاضرين، وكل عام وانت بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف. سؤالي فضيلة الشيخ، ألا ترون أن في هذا الوقت نحن نحتاج للخطاب الأكثر تسامح مع جميع الأطراف، حتى لو كانوا يعني في طرحهم وحشية أو هجومية؟ ألا تتوقع أن مس رموزهم، حتى لو لم نتفق نحن مع الرموز، حتى لو لم نتفق نحن مع الرموز، أن لا نمس مثلا على سبيل المثال رموزهم، نطرح السياق التاريخي كما هو وكما متفق عليه من الجانبين، والآخر يقرر إن كان هذا الرمز مثلا بياخذ من عنده موقف إيجابي أو ياخذ من عنده موقف سلبي، لأن الطرح القوي أو اللي فيه مساس لمشاعرهم هذا يولد الكراهية، ويجعل زي ما تفضلتم يعني في أحداث المدينة أو أي أحداث أخرى سبب قوي لمعاداة الشيعة وعدم الالتقاء. نحن نفكر في الإطار الإسلامي الأوسع، نجمع المسلمين أكثر من نفرقهم. الأحداث التاريخية بالنسبة لنا لا ممكن نتنازل عنها، لا تنازل عن المبادئ، لكن نطرحها بسياق تاريخي، نستخلص منها النقاط التي نريد أن نستخلصها، نبين سبب موقفنا الذي اتخذناه بأن احنا مع أهل البيت، والآخرين يتخذون الموقف وهم أحرار في موقفهم. ألا ترى أن في الأسلوب هذا أفضل من الأسلوب الآخر اللي مستفز لمشاعرهم؟ شكرا لكم سماحة الشيخ، بارك الله بكم. خذ اللاقط أخي سيد. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لك أخي سيف آل سيف. ونمط الخطاب الذي أردته أنت هذا أمر جيد، سياسيين يستعملونه، وأنا لو كنت أعمل في السياسة كنت أيضا أخاطب هذا الخطاب. والآن أنا بصفتي طالب علم مع الجمهور الشيعي، أعيش مع الجمهور الشيعي ومعتقد بهذا الخط، ما يجب علي أن ألتزم بما تتفضل به. ما يمكننا أولا توحيد الخطاب، وأن كل الشيعة تعالوا لينوا خطابكم، تليين الخطاب من كل الشيعة. ثق يا أخي بأن له مردودات سلبية سيئة. والآن لو أن خطابنا لين ما تصير قضية البقيع ولا تصير بأكثر، ولولا الضجة الإعلامية التي صارت وكانت تكون المسألة أسوأ. أخي الكريم، ما تتفضل به بنحو الموجب الجزئية صحيح. الآن الجمهورية الإسلامية، حزب الله، الشيعة، المرجعية في النجف، هذا خطابهم اللين، لكنه من الضروري أن يكون فينا أصوات تصدع بالحق، وخاصة إذا كانوا شعبيين أهليين ما لهم صفة سياسية، لا مسؤولين في الدولة ومسؤولين في الحوار مع هؤلاء. ويا أخي الكريم، أنا باعتقادي أنه نوعين من الخطاب نحن محتاجين إليهما، محتاجين إلى الخطاب الذي ذكرته، ومحتاجين بنفس الوقت إلى خطاب الرأس. أنتوا تلاحظوا السعودية لها خطاب، الوهابيين لهم خطاب، ولما ناقشهم اسألهم يقولون والله هؤلاء أهليين، نحن ما يمثلون، ليسوا في الدولة. طيب احنا ايضا عندنا أهليين، عندنا مؤسسات أهلية، علماء أهليون غير ملزمين لا بسياسة إيران ولا بسياسة حزب الله ولا بسياسة الدولة العراقية ومرجعية النجف. هؤلاء فليرفعوا أصواتهم إذا كان عندهم أوراق ضغط شعبية من علمائهم، وخطابهم الوهابي المتطرف يجب أن يكون عندنا بالمقابل خطاب يرد خطاب أولئك. هذا أيضا محتاج إلى أخي الكريم. ونحن ما نمس رموزهم، لا نسمي رموزهم، لكن نبين. وحتى إذا في أشخاص اجتهد ورأى أن يسمي ذلك إليه، أنا ما أقول لا،
ما أقول لا، أنا ما أسمي. إذن محتاجين إلى عدة أنواع في الخطاب أخي الكريم، وثق بأن تنوع الخطاب الشيعي وشدة الخطاب الشيعي هي نعمة وضرورية أيضا في مقابل هذه الهجمة والتوتر الذي يعيشه أولئك، وشكراً.